هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك. صباح الخير وميت ورده لكل اللي مرافقنا على السمع. شو ناطرنا الفلك لليوم؟ خلينا نتعرف سوا. برج الحمل، تزدهر اعمالك، كتر خير الله، وبتقوم باعاده احياء علاقاتك العامه اللي بتساهم بزياده ارباحك. ما بيجوز اضاعه الوقت اليوم بالمغامرات العابره، فالحظ والفلك حلفائك لبدء علاقة جدية إذا كنت عازب. برج الثور، ما بيخذلك الحظ، ولكن المطلوب منك تكرار المحاولة، ثابر وما تستسلم حتى تحقق هدفك. قلبك دقاته خفيفة وكأنه سرقت الابتسامة والضحك المميزة من وجهك. تضيع حياتك بالزعل، انسى وحط الهم ورا ظهرك. برج الجوزاء، ما بترضى بالحلول الوسط، فأنت قادر على الحصول على الأفضل، وما تقمع طموحاتك، بل كون فخور فيها مهما كان عمرك، جنسك، وحتى موقعك الاجتماعي. ما تلوم الحبيب على كل الأخطاء، لأنه تصرفاتك أو بعضها هي السبب. تحاور معه للوصول لحل بيرضي جميع الأطراف. برج السرطان، بتدور النقاشات وبتشارك بالمؤتمرات بنجاح، وبتلفت الأنظار لميزاتك الاجتماعية والقيادية. تتفاهم مع الحبيب حول نقاط الخلاف، وما بتسمح للغموض بالاستمرار. وضح الأمور وعيش نشوة المصالحة. برج الأسد، تشعر بالحيرة حول اتخاذ قرار حاسم بالانتقال من عملك لعمل آخر، على الرغم من تعبك بالأيام الأخيرة. بينصحك الفلك بقياس الحسنات والسيئات ومن ثم البدء. تتقرب من شخص التقيته من فترة، وبتقوم بمصارحته بحقيقة مشاعرك وإعجابك تجاهه، وبتلاقي الرد مماثل. برج العذراء، كن متواضع أيها العذراء، وعرف حدودك بالعمل. حاول عدم التذمر، بل عبر عن آرائك بموضوعية. بتضم الحبيب وبتحضنه بحنان ولطف، وبتستغل موهبتك وكلامك الرقيق لتشجيعه على الإفصاح عن همومه. برج الميزان، اليوم يوم الفرص الذهبية، يعني بمعنى آخر بتصير نحو أهدافك. بتتشجع على اقتحام المجهول من دون خوف ولا تردد، وبتتسلم رئاسة مجموعة أو حتى مشروع جديد. عاطفياً، المطلوب منك قضاء بعض الأوقات الإضافية مع الحبيب والعائلة اللي بدورهم بحاجة للحنين والاهتمام. برج العقرب، أنت إنسان طيب القلب، ولما بتكون مقتنع بوجهة نظرك عليك أنك تقوم بمجهود إضافي لإثبات صحة ذلك. بسيطة، صابر وبتنجح. بيعبر الشريك عن تردده بالذهاب لمكان بعيد، ولكنك بتشعر بالانزعاج، الأمر اللي بيوتر العلاقة شوي. اتناقش معه وما تخلي ولا شيء يقلقك. برج القوس، بتخضع لبعض الضغوطات والعرائيل، ولكنك دايما حاضر ومتأهب للمضي قدما ولا تخطي العقبات. كفي وبتوصل لأماكن أعلى وأعلى. ليش مزعل الشريك وعم بتخلي النزاعات تتراكم؟ ما بتعرف انه التحدث بالمشكلة بشكل نصف الحل؟ برج الجدي، ما تتوقع زيادة بالراتب أو ترقية حالية، ولكن نصيحة الفلك إلك المثابرة والمواظبة، لأنه الاجتهاد هو مفتاح النجاح. أخبار ومفاجآت سارة بتعيد لقلبك الفرحة والبهجة إذا كنت عازب أو حتى مرتبط. برج الدلو، إلك فترة عم تشتغل بجهد كبير، وحان الوقت اليوم لتوصل لأهدافك. فكر منيح قبل اتخاذ أي قرار حاسم. ليش واقف وناطر الحبيب على الزاوية وكأنك حابب تخلق مشكل؟ تذكر يا عزيزي انه الشريك مش فشة خلقك لما بتكون معصب. برج الحوت، تتميز اليوم بالجرأة والعزم والقدرة العالية على التنظيم، بتساهم بدفعك لتحقيق الامور اللي انت بتحلم فيها. بتنعم بحياة عاطفية مستقرة، وبتبذل والشريك جهد اضافي لانجاح العلاقة اكتر واكتر. باي باي. هوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.